أنت يا أخي الحبيب، دائما صوتك عالي يا مهند. خيرا، ماذا تريد؟ لا شيء يا عمر، فقط أحببت أن أدعوك لشرب كوب من الحليب اللذيذ كي تعرف مقدار حبي لك. تفضل، هذه علبة الحليب، افتحها بنفسك. ها؟ ما هذا؟ ما الأمر يا عمر؟ ألا تحب شرب الحليب؟ إن علبة الحليب هذه هي إحدى منتجات دولة نشرت رسوما ساخرة تستهزئ فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ يا للإجرام، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يجب ألا نسكت على هذا الأمر. أحسنت يا مهند، وأقل شيء نقوم به هو مقاطعة المنتجات التي يصنعونها. نعم، نقاطعها، لابد من ذلك. لكن يا عمر، هذه المنتجات كثيرة جدا ونحن بحاجة إليها، ألا ترى أنه من الصعب مقاطعتها؟ ليس صعبا على الإطلاق عند من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحزنون لأجله. ماذا ستصنع يا مهند لو قام أحد البائعين بسبك والاستهزاء بك؟ هل ستشتري منه أم تذهب وتشتري من غيره؟ بالطبع سأشتري من غيره. فماذا لو قام بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ معك حق يا عمر، ولكن ماذا سنصنع في هذه العلبة التي اشتريتها بالفعل؟ سوف نردها إلى البائع ونشتري منتجا ليس مصنوعا من تلك الدولة. أنا أشربها وبعد ذلك نبدأ المقاطعة. لقد اشتريتها وانتهى الأمر. لا يا مهند، بل نبدأ المقاطعة على الفور، وعندما تعيدها إلى البائع قم بنصحه حتى لا يتاجر في منتجات هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم.